مرحبا للجميع. التعليق بيقول إذا حدا رح يجي على هولندا لم شمل وما في جواز سفر شو الحل؟ أكيد قصده إنه إذا ما في باسبور ما في جواز سفر شو الحل؟ كيف بدنا نيجي على هولندا بموجب لم شمل؟ أصدقائي بيعطوكم وثيقة سفر لمرة واحدة لتيجوا فيها على هولندا، يعني إذا ما في جواز سفر ما في مشكلة، بيعطوكم وثيقة سفر. من أصحاب التجارب أصدقائي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات، والله يسعد لي أوقاتكم. تمام؟ وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد.